يعني بكرة راح يطالعوه من المشفى؟ يا ريت لو شفته ولو من بعيد. روحي، أنا بحكي مع أمي بكرة. قد ما تكون مزعوجة منك بس ما بتسخى فيكي. هذا أنا يا عمري، افتحي. بكرة راح يخرجوا بابا من المشفى. الحمد لله على سلامته. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. رح يصير مثل ما قلت، كل شي رح يتصلح على مهله. رح يتصلح على مهله. أمير مالك جوعان؟ أنا وكلتوم عملنا عشا كتير طيب. إيه لا، كوراي وينه؟ يمكن فوق عم بيلعب بالبلاي ستيشن. أنا رح طلع عليه. صاير شي بس ماله عم يخبرني. بابا رافع دعوة على أبوها لفريحة. لا تقولها. أنا لازم روح أحكي معه. كل ما أجلنا الموضوع رح يسوء أكتر. خلينا نطلع لشي مطعم نتعشى برا. الأكل جاهز. إيه، أنا كنت ناوي طالعك لبرا. ليه حبيبي؟ أنا مو قلت لك إنه جهزنا أكل طيب؟ يلا مشي. افتحوا هالباب، افتحوه. بعرف إنهم جوا. أمير استنى. افتحوا الباب. سيارتك برا قدام الباب شي؟ مصففة ورا البيت. يلا طيب منيح، معناها أنتوا لا تطلعوا من هون، لا تنزلوا لتحت. وينهم؟ كلتوم وينهم؟ يلا احكي. شو بدك محمد؟ كوراي احكي وين مخبيه. ما في حدا. لا ما حذرت هالمرة. ما في حدا ببيتي محمد. انا حدور. محمد لا تتصرف هيك، عيب عليك. لكن احكي انت وين مخبيه. عم اقول لك ما في حدا ببيتي. لك رجع هيك، شو انت حيوان شي؟ وين فايت؟ لا تخليني ارجيك مين الحيوان. كيف بدك تورجيني؟ ليكني هون. نلعي من وشي، أنا مالي شغل معك. لا أنا ولا أبوكي إلنا شغل معك بقى. أنت انتهيتي، انتهيتي بالنسبة لإلنا لما رحتي واخترتي هذا الواطي وما اخترتينا. بهديك اللحظة انتهيتي. أنا بدي أشوف أبي محمد وما رح تقدر تمنعني. استرجي قربي، وقتها بتشوفي شو رح يصير. روحي قولي لأهل حقير، هاي الدعوة رح ترفع عليهم وعلينا. دعوة شو؟ لا تتغابي علي. كل شي صار بسببه، بهالتخبيص اللي عملتيه صارت سيرتنا على كل لسان. محمد اطلع لبرا. انت كان عندك علم بالدعوة؟ كنت بتعرف شي عن الدعوة؟ اليوم عرفت، كنت رح خبرك. استنيت لحتى نضل لحالنا، رح احكي مع بابا مشان يسحب الدعوة. رح تتخانق مع ابوك وتعيط وتخرب الدنيا، واكيد رح تهدده، وهو رح يسحب الدعوة وكلياتنا رح نكون مبسوطين. رح ساوي كل شي فريحة. لك انت مالك شايف حالتنا؟ ماني شايف لانه ما في شي بحالتنا. انت مالك فهمان الوضع؟ ما هيك الحياة، مو بس نحن الاثنين. طيب شو اعمل فريحة؟ يعني بدك ياني خانق كل الناس يلي حوالينا؟ هيك بدك؟ رح اطلع لبرا اشم شوية هوا. انتي خايفة حتى تتنفسي. امبارح بالليل كنتي خايفة انه يصير لأبوكي شي، واليوم تجاوز مرحلة الخطر وبكرة رح يخرجوه. محمد بيضل محمد، وكمان بابا نفسه.
حدا تغير فريحة. انتي ما تغيرتي وانا كمان ما تغيرت. حتى كنتي خايفة انك تكوني سعيدة. بتذكر بيت الجبل. كنتي عم تقولي يا ترى هالشي من حقي. انتي بدل ما تتنفسي عم تخني حالك. يلا فوتي لجوا. رح تبردي. انت كمان رح تبرد. يا ترى عن جد رح نقدر نتنفس؟ أبوكي رح يطيب ورح نضل نحن مع بعض. اي نعم. هلأ أكيد نحن عنا مشاكل كتير بس رح نتجاوز كل هالمشاكل. إذا ما بتديري ظهرك لألي مثل الأول وتروحي رح نتجاوز كل المشاكل. صباح الخير. صباح النور. أمير لوين رايح؟ عندي كم شغلة بدي خلصهم. لا تتخانق مع أبوك ماشي؟ لا تخافي. بيصير. أنا راجعة على البيت. شو قصدك بهالحكي؟ بابا قرر إنه يعطيني فرصة أخيرة، ممكن يسامحني. وبعدين إذا نحن حابين نصير مثل عيلة وحدة، هلأ صار فينا نخطي الخطوة الأولى. تمام. يلا لكان إذا أنت جاهزة أنا كمان جاهز. بس أنا لازم أكون لحالي. شو يعني ما نخبره عن زواجنا حبيبتي؟ بس لفترة. يعني انت بتعرف شو قال الدكتور، ما فيني اتجاهل هذا الشيء. ما فيني خبرهم انه تزوجنا مشان صحة بابا. رح ترجعي لعندهم وهن ما رح يعرفوا بزواجنا، وكأنه ما في شيء تغير بالمرة مثل الأول. ما رح يكون مثل الأول. بكفي انه نحن بنعرف هذا الشيء بس هالفترة. رح اضطر اني اخبي هدول الصور بس لفترة قصيرة كتير. ولا يهمك. فيك تنزلني على المفرق، انا رح روح لحالي. مع أني مالي كتير متقبلة فكرة أنك تحطني وتمشي. لا تخبصي، ما فيني أبعتك لحالك. ما بنعرف شو رح يصير. بعدين أنا مو واثق من أخوكي. بس أنا واثقة من بابا كتير. هو رح يوقف جنبي هلأ، رح يسامحني، وبس يرضى علي أكيد رح تنحل كل الأمور وما رح يضل ولا مشكلة. حتصير فرحة كبيرة والكل حيكون فيها. لكن أنا رح كون بالطابق الفوقاني لحتى ترجعي. لا تعرضيني بهالشي. ماشي أبوكي وأخوكي وعيلتك، بس ما فيني أتركك هونيك بعد الشي اللي شفته واللي عملوه فيكي. ما بنعرف شو يلي رح يصير. أنا رح كون هونيك كل الوقت مشانك، وما حدا فيي يمنع هالشي. وإذا أنا ما ارتاح بالي وبس حس إنه رح يعملوا شي فيكي، ما فيني فكر بأبوكي مثلك انتي. على كل حال صح، ما رح كون معك بنفس الغرفة بس مرتاحة انك نايم. بحبك كتير. وانا كمان.
لا لا ما بدي، اصلا تليفوني بالبيت، ما رح خليك تاكل همي. الو نعم. ما رح تشوفي لهداك الشاب مرة تانية. أبوكي إلا شوي كان رح يروح فيها من ورا عيلته لهداك الشاب. أنتوا ما بقى فيكن تكونوا لبعض. لك افهمي هالشي بنتي، نهاية هالشي رح تكون دم، يا رح ينزف منا يا منه. هذا مجرد غلط شباب وصار، والحمد لله أنه انتهى بدون مشاكل، وأنت ندمانة على غلطك. أنا هلأ طلعت بدي روح بالباص، نلتقى بالجامعة، لا تستناني بالشارع. محمد، ابني ليك ما بصير انك تزعل من عمتك وتدر لوشك هيك يا ابني، ما بصير. ليك هو لو ما ابوك سألني عن فريحة لما كان تعبان بالمستشفى، انت بتعرف انه ما كان فيني اعمل هيك شي من راسي. عمتي انت اقنعتيه وبابا كمان اقتنع، بس ما حدا بيقدر يقنعني. فريحة بتكون بنته لبابا، بس هي ما عادت اختي. شو هذا ابني، استغفر ربك، انت عم ترتكب ذنب، لا تعمل هيك يا ابني. ليك خلينا نرجع مثل ايام زمان، واللي صار صار، بعدين هي القصة ضرت اخي كتير. ابني بس فكر بصحة ابوك ولا تخليه يتضايق منك. طلع فيني انت والبنت اللي طلعت معك ورميتها. انتبه على كلامك، حميد ربك انه بابا مريض، والا كنت قتلتكن انتو الاثنين. خلص ابني، ابني مشان الله خلص تجاهلوا لهذا الزلمة، كرمال صحة ابوك بترجع. وضعي هلا اصعب كتير، كتير صعب علي لما بفتح عيوني وما بشوفك. كيف اهلك عم بيعاملوكي؟ مقهورين وبعاد، بس الوضع مو سيء. عمتي اجت لعندك شي؟ خلص انسي. فريحة انا طول الليل ما نمت، طيب لامتى رح نضل هيك؟ ليك انا وبابا حكينا مبارح، يعني هو هلا ملاقي حجج كتيرة لحتى يسامحني، وهو مفكر
اني هربت لاني كنت كثير خايفه منه. يمكن ما كان سامحني لو فكر غير هيك. يعني باليوم اللي تزوجت فيه كلتون، بابا اجا وحكى معك وانت يومها بس سمعت وما رديت، وانا اليوم عملت نفس الشيء. ما كنت قادره كافح مشانك، بس هلا حاسه حالي قويه مشان نحن الاثنين. امبارح حكيت مع بابا، قال هو رح يسحب الدعوة إذا أنا انتقلت من البناية، بس قلت له إني ما رح انتقل، وهو مصمم. يوم كانوا ناشرينه للخبر بالجرايد، كل الجرايد كاتبة عن الدعوة. أكيد بابا اللي نشره بس مشان يخوفنا. يعمل اللي بده اياه، نحن ما بدنا نحكي بهذا الشيء. أنا هلأ أهمي الوحيد إني بالوقت المناسب راح روح وخبر بابا إنه نحن متزوجين، وما بدي يفكر بشي تاني ابنه. أنتي عم تنضري من سكنتي بالبناية شي؟ أنت حابب إنك تروح؟ مستحيل، أنا ما بدي روح. أنا حابب نطلع سوا من هنيك. رح نطلع مع بعض من هنيك. طول ما أنت موجود فوق فيني أتحمل كل شي أمير. بدك تروحي على الجامعة؟ طبعا أنا بدي، بس مو طلعت كل الأخبار بالجرايد اليوم؟ الله العليم شو بيكونوا هلا عم يحكوا. معناته هلا رح نلعب الطمامة بالجامعة. حابة إنك تنزلي هون؟ يا ريت لو فينا نروح على البيت اللي بالجبل. لا تعديها مرة تانية لأني رح أعملها. أهلا وسهلا. أهلين فيك. كيفك؟ كيف وضعك مع أهلك؟ أبوك منيح؟ منيح، وراح يكون أحسن، وأنا راح أكون أحسن، يعني راح نطيب مع بعضنا. شو انتي وامير؟ وانت ليش كتير حابب تعرف؟ لا تقلي، انا ما عم بسألك مشاني، بس امبارح حكينا انا ومحمد للصبح مع بعض، وقال لي انك رجعتي على البيت. في ايام صعبة كتير عم تستناكي، بس حبيت خبرك. صحة بابا هي اهم شي عندي هلا، حتى لو كان محمد بهالوقت بيكرهنا فالموضوع بيخصنا نحن لحال. عاملين حالهم كأنه ما بيعرفوا بعض، فاكرين حالهم عم يضحكوا على طلاب الجامعة. درسي منيح مرتي؟ بعد ساعة رح كون بقسم العمل. ماشي. أمير، أمير، سينا مخانم وأبوك على علاقة مع بعضهم. حلو، الجوز بيلبقوا لبعض. شو يعني؟ هيك طلع معك؟ هي هي ردة فعلك على الموضوع؟ يعني ما بدك تساعدني؟ يعني بشو متأملة إني ساعدك؟ أمير، ليك أنا قلعت سينا مخانو من البيت، ولسه بدي قلعها من الأوتيل. أنا ما فيني أسمح إنه تستمر هالشراكة. بترجاك إنك تساعدني، خلينا نفسخ هالشراكة. جانس وليكي، أنا ما عاد إلي علاقة بالأوتيل، وما عاد إلي علاقة ببابا كمان. يعني بعتذر، أنا ما فيني ساعدك، وهذا الموضوع ما بيهمني.
كنت مفكر انه ما في حدا. خلصت شغلي صراف اغلو، تعال فوت. شو قررت تضل قاعد بالبناية؟ شو دخلك؟ لأنه قعدتك هنيك رح تأذي فريحة. شو بدنا نرجع للأول قبطان؟ مبارح المساء كنت مع محمد وضلينا نحكي للصبح. هو ما رح يهدى بهي السهولة، هو لهلا عم يتحمل قد ما فيه بس كرمال أبوه، بس ما بعرف قديش فيه يتحمل. يعني هلا ما بعرف شو هو وضعك مع فريحة، بس بظن انك ما رح تسمح انه تتعرض لمشاكل. تفكيرك مزبوط. انتبه منيح صراف اغلو، اجت ايام انت عن قصد اذيتها لفريحة، وهلأ رغم انه ما بدك بس عم تأذيها. وانت كمان انتبه. الوضع هلأ مو مثل قبل. اذا في شي لسه مثل قبل فهو انه لساتني انا مالي صبور. انت لهلا ما عرفت هدول الناس منيح، ما هيك؟ انت لحد هاي اللحظة ما انك منتبه قديش ابونه اللي رجعت فريحة كانت خطوة مهمة عند هدول الناس وعاداتهم. بعدتك بهديك البناية خطوة عم تأذي فريحة وعم تأذي عيلتها، وهذا الشيء مو منيح. انا لو كنت مكانك. ما انك بمكاني قبطان، فيك تكون رفيق فريحة ورفيق محمد كمان، بس انت ابدا ما لك رفيقي، وما فيك تعلمني شلون أنا لازم أتصرف. موفقين بالدراسة. صاير شي؟ هذا الحقير ما عم بتحمله. أنا فكرت إنه زعلك بشي. أنا مشتاق لك، ما عندي وقت لحتى أفكر بالشي اللي قاله. برأيي نحن نطبق استراتيجيتي بالشغل، إذا منعمل مثلك رح نفشل. والله أنا رح غامر، إذا كنت خايف هي مشكلتك. بدك تغامري؟ مانك فهمانة شي بالتجارة، بس عم تمثلي بهالشي. برأيي لازم تدرسي أدب. برأيي أنت كمان لازم تدرس مسرح. شو أعمل؟ لو ما كنت مجبورة ما كنت اشتغلت معك. يعطيكم العافية. عجبتك ركبت الباص؟ إذا ركبت الباص رح تخليني طول الطريق ضامن مرتي الحلوة، أنا ما عندي مشكلة. أنا كتير عم اشتاق لك. وأنا كمان.
عم بغصب حالي على النوم لأنه بعرف إنه في بيناتنا كم درج. بيضل الشوق كتير قليل قدامي اللي أنا عم حسه. وجودك معي بهداك البيت وبيعطيني قوة، بس بتضايق كتير لأنك مو جنبي. رح يمضى وأهلنا أكيد رح يتغيروا، بعدين ما رح يجي ولا يوم إلا رح نكون نحن مع بعض. أنا لازم أخذ سيارتي هلأ. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.